بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال. نقول لكم عيد مبارك سعيد، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يا ربي تعيدوا وتعودوا مع عائلتكم، وإن شاء الله بالتوفيق، وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من فيديوهات كروشي أنيناس. فيديو اليوم هو عبارة عن بدعية للصيف، يعني مقاس كبير. في هذه البدعية أنا استعملت هذا النوع من القماش، هو قماش صيفي، هذا النوع يعني فيه الورود. وكذلك استعملت هنايا هذا الجالون بنفس لون، يعني اختاريت لون مائل لهذا اللون اللي موجود في القماش. هنايا شريت 4 متر، وكذلك استعملت هذا النوع من الجالون او هنايا اللي فيهم الشلاشف. اذا على بركة الله نمر الى طريقة الفصالة لهذه البدعية. نبدأ بعرض الظهر. هنايا خديت مقاس عرض الظهر 26 سنتيم، وعملت علامة هنايا. ان شاء الله يكون واضح هذا الرسم. كذلك هنايا خديت التركيز، او لما رسمت هنايا من لهنا 26 سنتيم، ننزلو هنايا ب 3 سنتيم ونضع نقطة. وهنا من هذه النقطة ننزل ب 26 سنتيم، هو التركيز لهذا المقاس الكبير. هنا ونضع نقطة. هنا عند نقطة التركيز ناخدو مقاس الصدر. عندنا مقاس الصدر هنايا 36 سنتيم، ونضع نقطة هنا، ونرسم خط مستقيم هنايا أفقي على طول هاد عرض الصدر، ونعمل هنايا نقاط على طول عرض الصدر. هنا لما نرسم نقطة دوران الصدر اللي هي 36 سنتيم، نضع هذه النقطة هنايا، ونوصلها مع نقطة الكتفين بهذه الطريقة. نرسم هذا الخط أو المنحنى المائل بهذه الطريقة حتى نوصل إلى نقطة الكتفين. هنايا ناخذ في الارتكاز، ناخذ المنتصف اللي هو 26 سنتيم، منتصف ديالو هو 13 سنتيم، نعمل نقطة هنا، وندخل ب 2 سنتيم هي دوران او حدة الابط للامام. ندخل ب 2 سنتيم ونعمل ثاني حدة الابط للامام على هذا الشكل. ندخل هنا ل 2 سنتيم ونطلعوا الى نقطة الكتفين، يعني هذه الاولى نتاع الظهر، وهذه الثانية اللي داخل ب 2 سنتيم نتاع الصدر. اذا ثالث نقطة لازم ناخدوها هي نقطة الخصر. نزلوا من نقطة السطر اللي هي عملناها هنا ب 13 سنتيم ونديروا نقطة اخرى، هذه هي 13 سنتيم. هذه نقطة الخصر تكون داخلة عن دوران الصدر ب 2 سنتيم. اذا عندنا دوران الصدر 36، نديرو هنا دوران الخصر نديرو 34 سنتيم ونضع نقطة. ومن بعد ناخدو من دوران الخصر إلى الأرداف 18 سنتيم ونعمل نقطة أخرى. هاد النقطة تاع إذا هنا كما قلت نقطة الأرداف تكون خارجة على نقطة السطر ب 2 سنتيم، يعني 36 سنتيم في السطر، نقطة الأرداف نديرو 38 ونضع نقطة، ونوصل هنا بخط مستقيم. إذا عندنا نقطة الأرداف 38 سنتيم، ونقطة الخصر 34 سنتيم، ونقطة السطر 36 سنتيم، ونوصل بين النقاط. هنا يجي عندنا خط هكا مائل من نقطة الأرداف إلى الخصر، وخط مائل آخر من نقطة الخصر إلى نقطة السطر، نعملو بهذا الطريق. الآن راح ناخدو قياس طول البدعية.
إذن أخواتي، طول البدعية الكلي راح ناخذوه من أعلى نقطة في الكتفين، وهي نقطة دوران الرقبة. هنايا تكون أعلى نقطة، وهنايا عندي طول البدعية 1.40 متر. أنا خديت كل العرض القماش وجاني 1.40 متر، وراح نوريكم كيفاش ناخذوا العرض نتاع البدعية. إذن أخواتي، عندنا عرض البدعية هو 54 سنتيم. لما عملنا 1.40 متر تاع طول البدعية، جاتنا هنايا في عرض القماش الكلي. ومن بعد ناخذوا عرض البدعية هو 54 سنتيم، ونضع نقطة ونصل بين النقاط تاع الأرداف والنقطة هنا في أسفل البدعية، ومن بعد نكملوا نقيو نقاط الخصر والصدر. هنا لما خدينا هذا عرض البدعية، نطلعوا هنا بثلاثة سنتيم أو بخمسة سنتيم، كل وحدة كيفاش تحب. طلعوا بثلاثة سنتيم ونضعنا النقطة هنا باش نديروا هاد الميلان هنا باش يعطينا منظر مليح لما نخيطوا البدعية. ناخذوا هاد العرض عندنا 54 على 2، ناخذوا المنتصف تاع 54 بهذا الشكل، ونجيو لهاد المنطقة هنايا ونعملوا المنتصف تاع 54 هكذا، ومن بعد نعملوا هاد المنحنى من النقطة هذه تاع 3 سنتيم اللي طلعنا بها، نعملوا هذا الشكل، هذا الدوران هذا باش يعطينا المنظر البداية يكون مليح لما نخيطوه، وبعد نلاقيو النقاط. اذا هنا اخواتي، رانا لقينا بين النقاط هنا ايبازي حتى لتحت، هذا هو الشكل تاع جوانب البداية. الان نمر الى فصالة العنق والرقبة. اذا بالنسبة لفصالة العنق والرقبة، شي كما هكذا، ناخدو من هنايا. عندنا في الاول رسمنا هذا العرض الكتفين 26 سنتيم، من هنايا في طية القماش ناخذ 8 سنتيم ونضع نقطة. بالنسبة للظهر نعود 3 سنتيم او 2 سنتيم ونضع نقطة، ونديرو خط مائل هكذا. هذا بالنسبة للظهر. بالنسبة للامام، يعني من هذه من اعلى نقطة نعود 17 سنتيم ونضع نقطة هنايا، كذلك نجيو هنا عند 8 سنتيم النقطه اللي وضعناها 8 سنتيم، ونعودو خط عمودي ونرسمو نقطه عند 17 سنتيم، وهنا نوصل بين النقاط. هنا عندي انا صدر كاري او مربع، نرسمو هذا الخط هذا ونرسمو الخط العمودي عليه، هذا بالنسبه للصدر، وهذه 3 سنتيم بالنسبه للظهر. انا نكمل نقص معكم الباترون ونرجع. إذن أخواتي، أنا راح نقص هذا الباترون ونولي معاكم. بالنسبة لليدين أو الأكمام، ناخذ القماش نطويوه على 4، والآن ناخذ قيمة التركيز اللي كان عندنا تاع دوران الصدر. عندنا هنا 26 سنتيم، نرسمو 26 سنتيم أو نرسمو خط في 26 سنتيم، ونعمل نقطة هنا. هنايا راه طيت القماش، نجي لهنا للجهه المفتوحه هنايا، ننزلو ب 10 سنتيم، وين وضعنا نقطه 26 سنتيم ننزلو ب 10 سنتيم ونضع نقطه، ومن بعد من هذه النقطه في الاعلى الى هنايا تاع 10 سنتيم ننزلو بخط مائل هكذا، نرسمو خط هذا بهذا الشكل مائل، ومن بعد ناخذ نصف منتصف الخط هذا المائل ونوضع نقطة، ومن بعد ناخذ المنتصف حتى المنتصف، يعني ربع هذا القياس، ونعمل نقطة، ومن بعد عاود نجيو هنايا ناخذ منتصف هذا المنتصف اللي عندنا هنا. مثلا هنا عندنا 30، المنتصف نتاعو 15، ومن بعد هذه 15 ناخذ المنتصف تاعها هي 7.5، وهذه 15 ناخذ المنتصف تاعها هي 7.5، ونضع نقطة. اذا هنايا نطلعوا بواحد سنتيم ونعمل نقطة عند 7.5 هذه، وهنايا نزلو بواحد سنتيم ونضع نقطة، بعد نوصل بين هاد النقاط، يعني هنا يجي خط منحنى، وهنايا في نقطة المنتصف تاع 15 سنتيم نهودو، ومن بعد نهودو مباشرة بخط منحني إلى نقطة 10 سنتيم اللي نزلنا بها. هذا هي حردة الكم أو الإبط باش نلاقيو مع
حدث الإبط نتاع البدعية. بالنسبة لطول لي مونش عندنا 40 سنتيم، وبالنسبة للعرض هنايا عندنا 23 سنتيم، ونوصل بين هاد النقطتين. هذا هي صالة لي مونش. من بعد اخواتي راح نمروا الى ماشينه الخياطه ونوريكم كيفاش تخيط هذه البدعيه. هنا راح نعمل علامات باش نوضع الديكور للبدعيه او السفيفه. نجيو هنا الخط الوسط هنا في الصدر، هنايا نعملوا خط هنا فيه 34 سنتيم او 30 على حسب الطول اللي تحبي نتيا، ونبينوا هنا بالخط بالطباشير هكذا باش نقومو بتزيين هاد البدعية. كذلك نعملو من لهنايا نحسبو شحال. انا عندي من لهنا 9 سنتيم، لكن كل وحدة عندها عبار معين. نديرو هكذا ونعينو النقاط هكذا تاني، ونعينو النقاط لهنايا، ونرسمو خط طوله 26 سنتيم مثلا، ونعينو نقطة حتى نديرو الديكور هنايا او السفيفة. كذلك بالنسبة للجهة الاخرى تاني نعينو نقاط ونرسم خط مستقيم هنا في 26 باش كي نجيو نزوقوا البدعيه يكون واضح عندنا الخطوط وما نزيدش الواحد يعني مائل على الاخر. هنا غادي نلاقي الكتفين وندير سيرجي او زيكزاك ونولي معاكم. نلاقي بهذه الطريقه ونعملو زيكزاك ومن بعد نروحو لتزيين البدعيه. انا راح نخيط لا دوبليغ تاع الصدر هنا من الكتفين من الجهتين ونلصقه على الصدر ونولي معاكم. بقاو معايا. بالنسبه هنايا لخياطه لا دوبلور ناخذ منتصف الصدر ولا دوبلور ونعملوا دبابيس ونلاقيهم الوجه عند الوجه. كذلك بالنسبه للظهر ونقوم بخياطه كل هنايا هذا لو تور تاع الصدر والظهر. انا راني غادي نبدي نخيط. راه عندي واحد الفيديو عامله بالتفصيل يعني لا دوبلور كيفاش نديروها. راح نبدي نخيط ونرجع معاكم. إذن هنا راني نخيط لا دوبلور ومن بعد عاد نبداو نزينو في البدعيه. بعد ما كملنا تغليف الصدر الان راح نزينو البدعيه. نبداو التزيين من منتصف الظهر. نضع هاد السفيفه الاولى ونخيطو على هاد الجهه، نخيطو هاد الجهه، ومن بعد لما نجي نخيطو هاد الجهه التحتيه غادي نوضعوا هذا الديكور هذا الاسود، ونوضع فوقه هذا السفيفه الاولى ونخيطه باش تعطينا هذه النتيجه. انا راح نبدا نخيط من الظهر ونوري لكم كيفاش تكون. لما نجي للمنتصف او للصدر راح نوري لكم عاود كيفاش راح نخيطوها. غادي نخيطوا الخياطه الاولى نبداو من الظهر هكذا. هذا الشكل. لما نجي نخيطو هنا في الاسفل نديرو هذا الديكور تحت هذا بهذه الطريقه ونبداو نخيطو كما هكذا. هذا يجي تحت هذا هكذا، نبداو نخيطو بهذه الطريقه. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. اذا انا راح نزيد نكمل نخيط هنا الصدر حد الصدر، ولما نوصل للمنتصف راح نوريكم كيفاش نعملو. اذا هنا لما نوصلوا للمنتصف تاع الصدر نحاولوا نثبتوا بالدبابيس هنا باش يجينا على شكل مربع. نحاولوا يعني ندلو هاد السفيفه باش تجينا بهذا الشكل المربع من هذا الجانب وهنا ثاني في المنتصف. ومن بعد راح نديروا هذا
بعد لما ثبتوا هاد السفيفه الاولى راح ثاني نديروا هذا من الاسفل هنا تحت هذه ونستمر في الخياطه. ومن بعد راح نعينوا فين نوضعوا الديكور هذا اللي يجي هنايا في الجانبين. هنا اخواتي راني كملت تزيين الصدر من الوسط، وهنا في الجانبين قصيت قطعتين وراني غادي نخيطهم ويجيو بهذا الشكل. هنا راني نزين الاكمام بنفس الطريقه اللي زينا بها الصدر. ومن بعد راح نلصقوا الاكمام ونخيطوا الجوانب ونشوفوا البدايه واجده ان شاء الله. نكمل معكم تزيين المونش. ومن بعد راح نخيطوا هذه الخياطه الثانيه في هذه الجهه ثاني. هنا راني نخيط في المونش ومن بعد نعملهم زيكزاك. انا نخيط المونش ونكمل ومن بعد نلصقوا الجوانب. هنا راني نلاقي الجوانب البدعيه صغيره راني كملتها. نبداو من المونش ونجيو عاودين حتى الاسفل الجوانب كامل حتى الاسفل، ومن بعد نديروا العطفه ومن بعد نشوفوها واجده ان شاء الله. انا نكمل معكم خيط الجوانب. هي سهله هاد البدعيه لكن شويه صعيبه في التركيب الصدر هذا المكان. انا نكمل معكم ونعطفها ونشوفها واجده ان شاء الله. اذا اخواتي هذا هو الشكل النهائي للبدعيه اللي خدمت اليوم، تجي بهذا الشكل. هنا صدر قلت صدر مربع كاري، وهنايا هذا هو المنتصف، وهادو هما القطعتين اللي درتهم على الجوانب. هاد الموديل من الصدر يعني مطلوب بزاف. كذلك عملت نفس الشيء ديكور اليدين لي مونش. هالطريقة ان شاء الله موديل اليوم يكون يعجبكم. هذا مقاس كبير جدا يعني XXL. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من درس اليوم او من الفصلة تاع هاد البدعية. ونقول لكم نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله. ما تنساوش تخليو لنا لايكاتكم وتعليقاتكم اخواتي اخواني، وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. وان شاء الله تكونوا دائما بخير، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.